أنا نحب نشكر كاسبرزاك حتى هو في غياب وحتى هو ما يمشي قاعد يسمع فيه وفتاة حتى ما يبلغوش وما يفهمنيش، لأنه كاسبرزاك سايب المنتخب 6 نقاط اليوم، 6 نقاط متاع الفترة اللي فيها كاسبرزاك على رأس المنتخب عاون، دونك ما لازموش يكونوا جحودين. ولكن خليني نقول لك زاد أنا متأكد أنه نبيل معلول زاد اللمسة اللي لازمها تزاد، زاد حاجات اللي في تقديرنا احنا كمكتب جمعي كانت مفقودة شوية أو كانت ضرورية باش تكون موجودة، واليوم الإطار الفني كل وعلى رأسه سي نبيل معلول زاد اللمسة الفنية واللمسة الذهنية المطلوبة، وهذا هو وما تعرف الاختيارات هو توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. اليوم وفقنا ان شاء الله نقعدوا ديما موفقين، اليوم كاس عالم على الابواب، ان شاء الله تونس معاش تغيب على العالمية ان شاء الله.